أحييك عزيزي المشاهد، ويطيب لي أن ألتقي بك وحدث جديد لبرنامجك دائرة الأحداث. لقاؤنا عزيزي المشاهد هذا المساء حول موضوع دور القطاع الخاص في الخدمات الطبية والعلاجية. إلى أي مدى يقدم القطاع الخاص هذه النوعية المميزة من الخدمات الطبية؟ القطاع الخاص عزيزي المشاهد في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية واسع ويمتد إلى مدى يشمل المستشفيات والعيادات الخاصة، ومساهمة القطاع الخاص من مؤسسات وأفراد في تقديم الخدمات الطبية من واجب ومسؤوليات وطنية وإنسانية، وأيضا قبل أن تكون تجارية. لا شك عزيزي المشاهد أن الخدمات الحكومية الصحية والعلاجية تشمل كل أنحاء الكويت، وتقدم مختلف أنواع التخصصات الطبية والعلاجية لكل المواطنين والمقيمين في رحاب الكويت. ولقد شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة تطور نوعي وكمي كبير في الخدمات العلاجية والصحية الحكومية فاق كل التوقعات والتصورات، وتطورت مستوى الصحة العامة في الكويت تطور كبير وشمل مختلف التخصصات، واستطاع أن يحقق العديد من النجاحات على مختلف الأصعدة ونوعية مميزة من الأمراض وعلاجها والعمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة، ودخلت العديد من التخصصات والأنواع النمطية من العلاج الحديث، بالإضافة إلى أن أجهزة وزارة الصحة العامة طورت إمكاناتها في المعدات والأجهزة الطبية، وأحدثت تغيير كبير وتطوير في جهازها الطبي العامل من كفاءات بشرية متخصصة وفرق تمريضية وفرق طبية متكاملة، بالإضافة إلى الإدارة الصحية التي تواكب احتياجات المستشفيات والمجمعات والمستوصفات الصحية. ولكن ماذا عن القطاع الخاص؟ هل يؤدي هذا الدور على أكمل وجه في تقديم الخدمات العلاجية؟ ما أوجه التعاون والتنسيق والرقابة من الجهاز الحكومي المعني على مستشفيات وعيادات القطاع الخاص؟ فتحت مؤخرا الفرصة لكثير من الأطباء بفتح عيادات خاصة، ولقد قام عدد كبير من الأطباء الشباب الكويتي بفتح عيادات خاصة. ما هي تجربتهم في العمل في هذا القطاع؟ ما الذي وجدوه بعد أن عاصروا العمل الحكومي؟ ما الذي وجدوه في القطاع الخاص؟ احتكاكهم المباشر مع المرضى، ما الذي أيضا يجده المريض عند القطاع الخاص ولم يجده عند القطاع العام؟ نحاول عزيزي المشاهد من خلال رؤية إعلامية أن نقيم الخدمات والتجربة الصحية في القطاع الخاص، وأيضا إمكانات التعاون ودعم الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة العامة في تشجيع وتطوير الخدمات الصحية في القطاع الخاص. لذلك عزيزي المشاهد قمنا بجولة استطلاعية شاملة لمستشفيات في القطاع الخاص، عيادات طبية في القطاع الخاص، ونقلنا صورة من الواقع لأطباء وهيئات تمريضية وصحية وبعض المراجعين وبعض المرضى، لك عزيزي المشاهد لترى من واقع ملموس
الخدمات الطبية والعلاجية في القطاع الخاص. من واقع خبرة طويلة في القطاع الحكومي وتقديمك لخدمات طبية عديدة طوال سنوات مضت، وكونك رئيس لقسم الجراحة سابقا بمستشفى الصباح، وحاليا رئيس لقسم الجراحة ومدير لمستشفى الهادي، ما تقييمك ورأيك بتجربة القطاع الخاص في الخدمات الطبية ومدى نجاح هذه التجربة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أشكر تلفزيون الكويت على إتاحة هذه الفرصة لي أن أنا أتكلم في هذا الموضوع الكبير، الموضوع اللي أعتبره أنه وطني، وتلفزيون الكويت سباق في أنه يتولى هذه المواضيع. أحب أشرح أولا ظروف نشأة القطاع الخاص في الكويت. طبعا كلنا نعرف أن المستشفى الأمريكي هو كان أول مستشفى ظهر في الكويت في القطاع الخاص، ودي الوضع اللي كان موجود لما وصلت إلى الكويت في أوائل الخمسينات. كان هناك أيضا مستشفى شركة النفط، وهي المستشفى تسمى المجوع الشرقي في ذلك الوقت، وكان يعمل في علاج مرضى شركة نفط الكويت في ذلك الوقت، وأيضا بعض المستوصفات الخاصة الصغيرة التي تعمل مع شركات نفط الأمين أويل والجيت أويل كمباني في ذلك الوقت. أيضا لم يكن هناك في القطاع الخاص إلا قليل من الأطباء، غالبا من الجنسية الهندية، يعملون في دولة الكويت للإشراف على بعض الحالات الخاصة. ثم كان أول طبيب كويتي هو الدكتور أحمد الخطيب في منتصف الخمسينات أو في أواخر الخمسينات فتح عيادة خاصة، ثم استمر الوضع ببعض الأطباء يطلبون تصريح العمل في القطاع الخاص بفتح عيادات خاصة، إلى أن ظهرت مؤسسات قوية للعمل ليس كمستوصفات أو كعيادات خاصة بل كمستشفيات. طبعا أول ما ظهرت مستشفى المواساه ومستشفى الدكتور علي عوض الذي سمي بعدين مستشفى السلام، الآن مستشفى المواساه مستشفى عام وفيه تخصصات مختلفة، مستشفى السلام مستشفى تخصصي في أمراض النساء والولادة، في أيضا مستشفى دار الشفاء أسس. مستشفى المواساة كان المستشفى الوحيد اللي بني كأنه مستشفى، المستشفيات الأخرى كانت أشياء محولة وكلها لا تزال، يعني أقصد أنها مستشفيات صغيرة بإمكانيات
مبدئيا كانت محدودة، ولو أن الآن الإمكانيات توسعت جدا، وابتدأ القطاع الخاص يحبو ثم ينشأ ثم يتطور بإضافة مستشفيات أخرى وإضافة إمكانيات أخرى إليه. بإضافة إمكانيات، والإمكانيات البشرية هي أهم شيء، أطباء مؤهلين وحاصلين على أعلى الدرجات العلمية ابتدأوا يعملوا في المستشفيات الخاصة وأيضا في العيادات الخاصة، وتوسع القطاع الخاص إلى أن أصبح الآن في حوالي 300 طبيب في القطاع الخاص بيعملوا في المستشفيات وفي المختبرات الخاصة وفي أيضا العيادات الخاصة. ده يدل على نجاح القطاع الخاص. نجاح القطاع الخاص كان لا يمكن انه ينمو ويتضح بهذه الصورة الا اذا كان بيعطي مردود جيد للمرضى الذين تتبعوه. القطاع الخاص بيمتاز عن القطاع الحكومي في بعض أشياء أغلبها تختص بأن المريض الذي يعالج في القطاع الخاص يحصل على ثقة طبيبه فورا، يستمع له ويستمع إلى شكواه ويفحص جيدا وتجرى له كل الفحوصات إن كانت أشعاعات أو مختبرات أو خلافه في وقت قصير، ويعطوه النتيجة في النهاية في وقت يوم أو اثنين أو ثلاثة بالكثير. ده يمكن من الصعب أن يحصل عليه في المستشفيات الحكومية، وذلك للأعداد الهائلة التي تذهب إلى هناك. فالمريض بيحس أنه مريض، المريض بيحس انه ما هوش مرض. المريض لما بيجي للقطاع الخاص بيعامل معاملة انسانية، انه مريض وفي مرض، مش مسألة مرض بس، عنده زايدة دودية، حالة الزايدة ان احنا نفتحها ونشيلها، او حالة بواسير هنعملها، لا، مريض كامل، عنده مخ وعنده اعصاب وعنده شعور وعنده كذا الى اخره. دي بتدي راحة نفسية للمريض، راحة نفسية، وبيبقى فيه صلة قوية ما بين المريض والطبيب. أنا احتيالي هذا زائد عامل الوقت، زائد عامل إن المريض لما بيروح في مستشفى أو في عيادة خاصة بيقعد مستريح وبيبقى ضامن وعارف إنه هيخش في دوره، ما فيش حد هيسبقه أو شيء، وبيقدر ياخد ميعاد محدد، هنشوفك الساعة 9:30، هيشوفوه الساعة 9:30 في ذلك اليوم، بيقدر يرتب أموره إنه يسيب عمله ويجي، عارف إنه هيقعد في المستشفى ربع ساعة أو نص ساعة أو ساعة، يقدر يرتب أموره على ذلك. مفيش مواعيد وتعالنا بعد مثلا 10 أيام أو كذا. لما بيروح بيشوف طبيب واحد، ولما النتائج بتطلع بيشوف نفس الطبيب. في المستشفيات الخاصة لما بنحتاج إلى استشارة من إخصائي آخر، الإخصائي الثاني موجود حالا وفورا، دي مهمة جدا كمان. كل ده بيقلص عامل الوقت وبيدي انطباع للمريض إنه فعلا بيعتنى بيه، وإنه هو الأساس اللي إحنا موجودين كلنا لخدمته. طبعا دي تقريبا الأشياء اللي بتخلي المريض بيتجه إلى القطاع الخاص في وجود شيء بدون مقابل خالص للحكومة.
أنا ما أحبش أتكلم وأقول إن القطاع الخاص نجح، لأن الفيجرز بتتكلم. ازدهار القطاع الخاص والأعداد الكبيرة خاصة في الفترة الأخيرة من الأطباء اللي اختاروا أنهم يتركوا وزارة الصحة للعمل في القطاع الخاص، كل ده يدل على نجاحه. ونجاح القطاع الخاص مش بس من وجهة نظر المريض، من وجهة نظر الطبيب أيضا. الطبيب اللي بيعالج في القطاع الخاص بيحس براحة كبيرة ما بيقدرش يحسها في القطاع العام. وأنا كنت اشتغلت هنا واشتغلت هنا. المريض الطبيب اللي بيشتغل في القطاع العام، أنا ما بتكلمش عن الناحية المادية أبدا، أنا بتكلم على الناحية النفسية أيضا، لأن في القطاع العام الطبيب ما بيقدرش يوالي مريضه إلا في حدود ضيقة. أنا لما بعمل مريض عملية بشوفه النهاردة وبشوفه بعد أسبوع وبشوفه السنة الجاية، ولو حصل له حاجة بعد 5 سنين وكنا عايشين بشوفه برضه، بيرجع لي تاني، بعرف بيبقى فيه صلة قوية ما بيني وما بين مريضي. ده في القطاع الخاص، دي نادر الحدوث فيها في القطاع العام. فالطبيب في القطاع الخاص أيضا بيبقى ساتسفايد من هذه الناحية، وبيدي لما الواحد يبقى ساتسفايد وبيشتغل وهو مبسوط بيدي مجهود أكثر في شغله وبيبان في نتيجة عمله على طول. دكتور سند راشد الفضالة، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، زميل كلية الجراحين الملكية بإدنبرا. سمعنا دكتور عن نجاح تجربة وخدمات القطاع الخاص، وذلك على تأدية المهام والأعمال الطبية التي يقوم بها. ما هي باعتقادك أهم أسباب نجاح القطاع الخاص على تأدية هذه الأعمال؟ نعم، أحكام القطاع الخاص طبعا هو جزء من القطاع الصحي في البلد، واللي بعتقد أولا أنه يكمل بعض البعض، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. ولكن أسباب نجاح القطاع الخاص تعود لعدة أسباب أقدر ألخصها بالآتي. أولا، مقدرة المريض على اختيار الطبيب، فهو يختار الطبيب الأخصائي الذي يرغب بمقابلته، في حين أن في القطاع الحكومي وحسب النظام المعمول فيه سواء بالكويت أو حتى دول العالم، كل مريض يتجه إلى الطبيب الذي يتبع منطقته بدون اختيار طبيب معين. النقطة الثانية، عندما يزور المريض الطبيب في القطاع الخاص تتكون علاقة مباشرة ونوع من الصداقة والأخوة بين الأثنين. هذه العلاقة المباشرة لا شك إنها أساسية في عملية التشخيص والعلاج. النقطة الثالثة هي المتابعة الدورية من قبل الطبيب لمريضه، وهذه المتابعة المباشرة سوف تؤدي في النهاية إلى إعطاء تشخيص أفضل وإلى إعطاء علاج أفضل. العوامل هذه المختلفة لا تشك أنها تؤدي إلى راحة نفسية مهمة بالنسبة للمريض، وهذه طبعا مثل ما تعرف أحد أسس نجاح العلاج. إضافة إلى ذلك أن هناك حرية حركة بالنسبة للقطاع الخاص، حرية حركة في اختيار الأجهزة، حرية حركة بإحضار معدات وما إليه، تنوع أنواع الأدوية. الطبيب مثلا في المستوصف هناك أدوية محددة موفرة له، لكن بالنسبة لطبيب القطاع الخاص هناك عدد واسع من الأدوية يستطيع أن يحضرها ويوصفها لمريضة بدون قيود. نقطة أخرى، سهولة طلب التحليل والتشخيص والأشعة المختلفة بالنسبة لطبيب القطاع الخاص. عندما يرى أن مريضة يحتاج إلى أشعة مثلا ملونة، ليس هناك وقت انتظار طويل، مجرد أن يقرر الطبيب أنه يحتاج إلى أشعة مثلا، خلال يوم واحد ممكن تكون أشعة جاهزة. كل هذه العوامل المختلفة لا شك تؤدي إلى سهولة نجاح القطاع الخاص بتأدية عمله. لو استفسرنا دكتور سند حول كيفية المحافظة على هذا النجاح وضمان تطوير مستوى ونوعية الخدمات التي تقدم في القطاع الخاص. هذه الحقيقة تقع أولا وأخيرا على أطباء القطاع الخاص بحد ذاتهم، بالمحافظة على شرف المهنة، بالمحافظة على العلاقة الشخصية
المباشرة مع المريض بالمحافظة على أداء خدمة طبية جيدة بمحاولة استمرار التعلم عن طريق حضور مؤتمرات طبية عن حضور ندوات. وأنا أعتقد معظم الإخوان يقومون بذلك العمل يعني حسب مناقشتي مع الأطباء العمل في القطاع الخاص على الأقل بعضهم أنهم عندهم رؤية بزيارة بعض الندوات والمحاضرات على الأقل مرة ومرتين سنويا. عزيزي المشاهد، مع الدكتور محمد وجدي كنعان مدير مستشفى المواساة واستشاري الأمراض الجلدية والتناسلية في المستشفى وزميل كلية الأطباء الملكية في لندن، يسعدنا أن نلتقي لنغطي أيضا جوانب أخرى هامة من موضوع نجاح القطاع الخاص وتجربته الطبية. فلو تلقي نظرة سريعة دكتور محمد حول هذه الجوانب الرئيسية لأسباب وعوامل نجاح القطاع الخاص في المجال الطبي. أولا أخ كامل، أحب أن أنبه في البداية إلى أن القطاع الطبي الخاص هو ضرورة اجتماعية ليس فقط في الكويت وإنما في أغلب المجتمعات الإنسانية وفي أغلب الأنظمة. حتى في النظم الاشتراكية الصارمة بدأوا يتفهمون الآن دور القطاع الخاص في معالجة بعض المرضى الذين لا يستفيدون من العلاج في القطاع العام أو القطاع الحكومي ويلجؤون إلى القطاع الخاص، فأخذوا يسمحون لبعض الأطباء حتى في النظم الاشتراكية فتح عيادات خاصة لمثل هؤلاء الناس الذين لا يرضون عن الانتظار في دورهم لمدة طويلة والمواعيد المتأخرة. وعلى سبيل المثال، حتى في زمن وزارة العمل في بريطانيا عندما كانت ميسيس جيتسكي المسؤولة عن الخدمات الطبية، هي نفسها عندما أرادت أن تجري عملية في الأنف والأذن والحنجرة ذهبت إلى القطاع الخاص لتعمل، مع أنها كانت من المحبذين لإنهاء القطاع الخاص نهائيا في بريطانيا. نعم. وفي الكويت، وفي الكويت نفس الشيء، هناك أسباب تدعو المريض لمراجعة المستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة. هناك فئة من الناس لا تريد أن تصرف نقودها على التدخين أو الخمر أو الملاهي المتعددة، هي تفضل أن تعين موازنة خاصة من دخلها لتطمئن صحيا ولتراجع الطبيب الخاص أو المستشفى الخاص بدلا من أن تصرفه في مذاهب أخرى. من الأسباب التي تدعو المريض لمراجعة الأطباء في المستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة أهمها تأخير المواعيد بالنسبة للأخصائيين. مثلا يذهب المراجع إلى مستوصف حكومي ويكون عنده مرض ربما يبدو بسيطا وإنما يمكن أن يتطور، فيطلب من بعد مراجعة المستوصف مرة أو اثنين إحالته إلى الأخصائي في مستشفيات الحكومة، فالذي يحدث أنه يعطى موعد بعد شهر أو شهر ونص، وهذا بالنسبة لمرض طفله أو لمرضه هو، المريض نفسه يعتقد أنه طويل جدا ولذلك يضطر يترك الموعد ويأتي لنا في القطاع الخاص ليطمئن عن حالته المرضية ويتناول العلاج اللازم بالسرعة الممكنة. فبينما في القطاع الحكومي ربما ينتظر شهر أو شهرين لمراجعة الأخصائي، هنا يستطيع أن يرى الأخصائي في نفس اليوم بس وأحيانا في نفس الساعة. ثانيا، الوقت الذي يعطى للمريض في القطاع الخاص حتى يشرح مرضه وأعراضه وقت أطول، وقت يحدد لا تحديد له، يعني يمكن أن يجلس مع الطبيب الأخصائي ثلث ساعة أو نص ساعة ويفرغ ما في باطنه من مشاكل، وهذا يساعد أيضا في النتائج، لأن نصف العلاج هو نفسي الواقع، لأنه ليس أغلب الذين يأتون لأجل عملية جراحية بل يأتي لأجل مرض ربما يكون نصفه نفساني.
وبذلك يكون العلاج أنجح في القطاع الخاص من هذه الناحية، بينما الأخصائي في الحكومة لا يستطيع أن يعطي هذا الوقت بسبب زحمة العمل وبسبب كثرة عدد المراجعين. السبب الآخر أنه بعضهم يذهب للأخصائي ولا يستفيد لسبب من الأسباب، فيضطر لمراجعة القطاع الخاص حتى يجد له حلا. في بعض الناس لا يرضون لا عن القطاع العام ولا القطاع الخاص، يريد أن يتعالج في الخارج. حتى أناس مسؤولين عندما يصيبهم شيء مهم يسافرون إلى الخارج على الرغم من وجود كل الإمكانيات في الكويت. والواقع وزارة الصحة ما قصرت، وزارة الصحة فتحت مستشفيات ضخمة جديدة فيها كل المعدات وفيها كل الوسائل، سواء المخبرية منها أو الفحوصات الأشعة والسونار وغيره والعلاجات والعمليات الضخمة ممكن أن تعمل في الكويت. ومع ذلك هناك عزوف من بعض المراجعين عن مراجعة مستشفيات الحكومة للأسباب التي ذكرتها. أولا تأخير المواعيد، الازدحام في المستوصفات، كل هذا يدفع المريض إلى أن يدفع نقوده ليجد الراحة والاطمئنان عند الطبيب الخاص. نعم دكتور محمد، أيضا هناك جانب هام ورئيسي ضمن هذا الحوار. تفضلت بالقول أن الحكومة سبق وأن قامت ببناء العديد من المستشفيات الضخمة وجهزتها بأحدث وأفضل الأجهزة والمعدات في مختلف التخصصات. هناك عدد من الأجهزة وهناك نوعية معينة من العمليات التي تجرى في المستشفيات العامة في الدولة، ونظرا للتكاليف الباهظة لبعض الأجهزة والمعدات، هل تواجه المستشفيات الخاصة مشاكل في اقتناء هذه الأجهزة التي تكلف الكثير نظرا لقدرة الدولة على شراء هذه المعدات؟ أو من واقع عملي، هل واجهت بعض المستشفيات الخاصة مشاكل في علاج بعض الحالات ولجأت واستعانت بجهاز الحكومة؟ هذا في الواقع يحصل طول الوقت، يحدث طول الوقت، لأنه كما تفضلت هناك نوع من العمليات ليس عندنا إمكانيات لإجرائها هنا. أولا لنقص الأخصائيين في هذا المجال، هناك عمليات الأوعية الدموية لا نستطيع إجراء مثل هذه العمليات، هناك عمليات زراعة الكلية ليست في إمكانياتنا. ولذلك القطاع الخاص مستشفيات بالذات تحاول طول الوقت أن تبني جسور بينها وبين المراكز المختلفة في وزارة الصحة والتي عندها كل هذه الأجهزة، والاتصالات تكون عادة على أساس شخصي وليس على أساس رسمي، يعني من خلال الأصدقاء الذين نعرفهم وذوي الاختصاصات العالية جدا، من خلالهم نستطيع أن نحول بعض الحالات الصعبة العلاج في مستشفى والتي ليس عندنا إمكانيات لعلاجها، فنحولها لهؤلاء الزملاء وغالبا ما يكونوا أصدقاء أصلا. نعم. والذين يحلون لنا هذه المشكلة. الدكتور أحمد عبد الكريم الأنصاري، استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء والهرمونات، والزميل المشارك بالكلية الملكية البريطانية لعلم الأمراض في لندن. دكتور أحمد، لو تساءلنا بعد التجربة لك في العمل بالقطاع العام، كيف وجدتم القطاع الخاص من خلال العيادة الخاصة والعلاقة المباشرة مع المريض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة العمل في القطاع الخاص لا يختلف عن القطاع العام، وكل منهما مكمل الآخر، يعني القطاع الخاص مكمل القطاع العام، وبفضل الله أن الأطباء أينما وجدوا مجال عملهم واضح هو خدمة المرضى سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. والقطاع الخاص مثل ما تعرف قاعد مغلق عن الأطباء الكويتيين لفترة طويلة جدا، يمكن حوالي 10 سنوات. ففي الفترة الأخيرة من حوالي 2 سنين تقريبا صدر قرار وزاري بسماح الأطباء الكويتيين بمزاولة العيادات الخاصة،
وتفرغ عدد كبير من الأطباء الكويتيين الحقيقة، منهم الاستشاريين والاختصاصيين في هذا المجال. ولا شك أن هناك فرق بين القطاع الخاص والقطاع العام، غير طبعا خدمة المرضى كلنا مشتركين فيها وهدفنا واحد هو خدمة المريض سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، لا يفرق هذا، الهدف واحد، لكن الأسلوب مثلا أو المعاملة قد تختلف. في القطاع العام الحقيقة بصفتي أنا كنت مدير إدارة ورئيس قسم ورئيس عدة لجان في وزارة الصحة، وكان لي شرف العمل فيها الحقيقة، وهذا كله بتشجيع من معالي وزير الصحة والسيد وكيل الوزارة والأخ المسؤولين اللي كانوا الواحد يعتز بثقتهم. ويمكن من الصعب جدا أن لما قدمت استقالتي، يمكن 4 مرات قدمت استقالتي ورفضت، وهذا شيء الواحد يفتخر فيه وشيء يحس بنفسه. لكن الأمور الإدارية الحقيقة اللي أنا عشتها يمكن خلتني في مجال بعيد قليلا عن المرضى، يعني مثلا 2 يوم كنت أخذ عيادة وبقية الأيام عمل إداري. العمل الإداري الحقيقة عمل مرهق، ومثل وللأسف بعض الأخوة الزملاء الأطباء ما يعتقدون العمل الإداري في الإدارة وزارة الصحة عمل مرهق، لا والله عمل متعب جدا. الأطباء والإداريين يعني الأطباء الإداريين عملهم متعب فعلا، يعني متعب من ناحية الاحتكاك مع المرضى وحل المشاكل والتخطيط، ومثل ما تشوف تقدم الخدمات الطبية الأخيرة الحقيقة بفضل جهود شبابنا الكويتي المخلص والمتفاني لخدمة هذا البلد. ولما اشتغل في القطاع العام وضمن الاحتكاكات واللجان المختلفة بالتعاون مع كثير من الزملاء الحقيقة استطعنا نقدم شيء لهذه البلد. وبنفس الوقت كانت عندي عيادة 2 يوم كنت أشتغل فيها بالوزارة في قسم الغدة الصماء، وكنت رئيس القسم لما كنت في الوزارة. لما طلعت من الوزارة وتفرغت للعمل في القطاع الخاص وجدت فعلا هناك فرق، أقدر أقول طبعا مثل ما قلت هدف واحد، لكن في عدة مميزات للقطاع الخاص. أن المريض يستطيع أن يشوف استشاري أو اختصاصي أو طبيب يرتاح نفسيا أكثر من القطاع العام لسبب انشغالنا في أمور إدارية أخرى. يعني ممكن الحين مثلا الصبح أو العصر بالقطاع العام ما يقدر يشوفني إلا الصبح مثلا، وما يقدر مثلا بعض المرضى للأسف شيء ما يقدرون يصلون للاستشاريين، يقدرون يصلون مثلا للأطباء اللي فيهم البركة الصغار، لكن بعد يعني مو من السهل أن كل واحد يوصل استشاري مثل القطاع الخاص. والخاص يقدر مثلا يبي يروح للدكتور الفلاني سهل جدا أنه يروح له، وهذا عامل. العامل الثاني أنه في ناس مثلا الصبح ما يقدرون يطلعون، فالطبيب بالقطاع الخاص متوفر وموجود صباحا أو مساء، وهذا يساعد طبعا لخدمة المرضى والحالة النفسية للمريض. مثلا المريض معتقد أن الدكتور الفلاني هو الدكتور الزين على حسب اعتقاده، فالحالة النفسية أخي تأثر جدا يعني، ويمكن الطبيب ما يسوي أكثر من اللي يسويه في القطاع العام أو مثل ما يسوي الطبيب الفلاني حتى بالقطاع الخاص، لكن راحة نفسية للمريض من أهم ما يكون. فهالعاملين الموجودين حاليا بالقطاع الخاص يمكن متوفرين. الشيء الثالث أنه بعيد عن الروتين وعن البيروقراطية الموجودة والطلبيات وتأخير الطلبيات. القطاع الخاص تبي شيء مثلا عجبك جهاز فلاني طلع شيء جديد الشيء الفلاني من السهل جدا أنك تطلبه. الشيء الرابع بعدين العدد، يمكن بالقطاع الخاص العدد مثلا تعب بالقطاع العام العدد كبير جدا ما تقدر تعطي المريض حقه الكافي، وما لهم أنا زملائي الأطباء في القطاع العام لأن بدون كل جهد الحقيقة في هذا المجال، لكن قصنا عليهم مثلا إذا كان المراجعين 30 أو 40 مراجع في الفترة الصباحية مثلا من الساعة 8 لغاية الساعة 12 أو الساعة 1، فتخيل المراجعين هذول ما يقدر يعطيهم حقهم وفهمهم بالضبط شنو الموجود. على قد ما هو المجهود اللي قاعد يبذلونه، وكل طبيب أمام الرسالة ولازم يكون مخلص ومتفاني لها سواء بالقطاع العام والقطاع الخاص، وكلنا لخدمة المرضى في أي مكان وفي أي مجال، والواحد يبذل كل جهد لكي الحقيقة. الشيء الأخير في القطاع الخاص أن تهم الإنسان يمكن سمعته الشخصية، قد القطاع العام للأسف تضيع هذه السمعة الشخصية، أن مثلا ما يقولون للطبيب الفلان، لكن بالقطاع الخاص هذا شيء مهم جدا، لابد أن الطبيب يتحلى بأخلاق ويكون على مستوى علمي جيد جدا، بعكس ما هو مفهوم أن القطاع الخاص مجرد والله أن يمشي التشخيص وخلاص. لا والله، المفروض بالعكس أن المريض يعني ما جاء القطاع الخاص إلا رايح القطاع العام، يعني ما يكون على طول لازم رايح مار على كم طبيب مرتاح وبعدين يجي عندك، وأنت لازم تريح ولازم تعرف التشخيص النهائي. لأن المرضى في مثلا الدول الأوروبية يروحون مستشفيات قطاع خاص قطاع عام، كلهم قطاع خاص،
فكل مستواهم زين. والحقيقة حاليا بعد ما طعم القطاع الخاص بمجموعة من الأطباء الكويتيين أقدر أقول أن تغير الوضع يمكن عن قبل في الفترة السابقة. يتهيألي هذه أهم مميزات أو الفرق بين القطاع الخاص والقطاع العام. وأرجع وأقول أن هدفنا واحد وخدمة المريض في أي مجال، وما تفرق عندنا سواء قطاع عام أو قطاع خاص. دكتور محمد أبو اللغد زميل الكلية الملكية لأطباء الولادة وأمراض النساء ورئيس قسم الولادة وأمراض النساء بمستشفى الهادي، ومن واقع خبرة طويلة في القطاع الحكومي وبعد ذلك في القطاع الخاص، نود أن نتعرف على نوعية العلاقة التي تحكم المريض والطبيب في المستشفيات والعيادات الخاصة، نمط هذه العلاقة وأسباب إقبال المرضى على الطبيب الخاص. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، عملت قبل القطاع الخاص، عملت في القطاع العام لفترة 10 أو 11 عاما، ولذلك أستطيع أن أحكم عن الفرق بين القطاعين. في القطاع الخاص علاقة المريضة بالطبيب علاقة مباشرة ومستديمة، وتعتبر المريضة طبيبها مسؤولا مسؤولية مستمرة وكاملة عما يحدث أثناء فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة. بينما في القطاع العام تراجع المريضة مثلا في المستوصفات، ثم تذهب وتقابل الطبيب المولد لأول مرة في غرفة الولادة ولا يكون بينهما أي تعارف سابق. ومعرفة المريضة بالطبيب الذي يشرف على الولادة تعطيها راحة نفسية كبيرة، مما يسهل تسهيلا كبيرا في عملية الولادة نفسها. من الأسباب الأخرى التي تجعل المريضات يقبلن على العيادات في المستشفيات الخاصة هو إعطاء المواعيد حسب رغبة المريضات، وبالطبع هذا لا يتسنى في القطاع العام بسبب الأعداد الكبيرة التي تراجع هناك. شيء آخر، وهو أن الأطباء المؤهلين تأهيلا عاليا والذين يعملون في القطاع الخاص هم الذين يشرفون إشرافا مباشرا على الولادات، بينما في القطاع العام يصبح عمل الطبيب المؤهل تأهيلا عاليا عمل إشرافي بحت، وتترك الولادات للأطباء حديثي التخرج وبالطبع تحت إشراف الطبيب المؤهل. ولكن مثال على ذلك، إذا استدعيت أنا في أي وقت من الليل والنهار حتى للولادات الطبيعية فإني لابد أن أحضر بناء على طلب المريضة. إقبال المريضات على المستشفيات الخاصة له أيضا سبب آخر، وهو إمكانية الحصول على غرف خاصة في المستشفيات الخاصة. بالطبع خاصة فيما يتعلق في الولادة تطلب المريضة أن تكون في غرفة خاصة حتى تستطيع أن ترضع ابنها، حتى تستطيع أن تبقى في ملابس النوم مثلا، ولن يستطيع القطاع العام أن يعطي غرفة خاصة لكل المريضات مهما بلغت نسبة الخدمات فيه. أما من حيث إمكانية شراء الأجهزة الحديثة فنحن لا نخضع لروتين معين، فإذا قررنا مثلا شراء جهاز معين فلا يحتاج أمر شرائه إلا إلى بضعة أيام أو إلى المدة التي يستوجبها شحن هذا الجهاز من مصدره إلى هذا البلد. وفي مجال
التحاليل الطبية كذلك هناك إسراع واضح عند إجراء التحاليل، إذ يمكن للتحليل المختبر أن يظهر في نفس اليوم إذا طلب الطبيب من المختبر ذلك. لا أعتقد أن هناك أسباب أخرى، ولكن واضح أن الإقبال على المستشفيات الخاصة آخذ في التزايد، ولا يعني هذا أبدا أن هناك تقصير في الخدمات الطبية الأهلية أو الخدمات الطبية العامة، ولكن لأن الأشياء التي ذكرتها لا يمكن لأي قطاع عام أن يوفرها للمريض. دخلت المستشفى إجراء عملية لمدة 3 أيام، ولقيت فرق بين مستشفى الحكومة ومستشفى الخاص. طبعا هنا راح أكثر تكون، بحيث أن العلاج يكون منتظم والدكاترة يمر عليه بين فترة وفترة، ما في تقطع، وبعدين في راحة نفسية أكثر وخدمتهم أحسن من كل النواحي، طبعا من ناحية الأكل ومن ناحية الخدمة ومن ناحية العلاج. وأتمنى أن يكون هناك طبعا بالقطاع الحكومي يعني مستشفيات الحكومة تكون الخدمة أحسن من كذي، وأتمنى أن طبعا يطبقون نفس الشيء بمستشفيات خاصة. ما أدري ترى حتى هنا حتى الدكاترة يمكن يكون أحسن شوية من هناك، تشخيص المرض بعلاجهم بس بالعلاج بصرف الأدوية. فأتمنى أن يعني يكون نفس الشيء عند المستشفيات الحكومية. أنا دخلت هنا المستشفى من حوالي 3 أيام لإجراء عملية جراحية. السبب اللي خلاني أجي هني للقطاع الخاص هو الاهتمام، طبعا هني يختلف عن القطاع الحكومي من ناحية اهتمام الطبيب نفسه، اهتمام الممرضات نفسهم في حالة طلب أي شيء مثلا ما يتأخرون فيه. يعني من ناحية العلاج يختلف عن الحكومة. بعدين الزيارة هني تختلف عن الزيارة هناك في الحكومة، هني مدة أطول، الواحد براحته يعني مثلا يجون الزوار وشي. والله مشكلة الحكومة الواسطة، بس لأن الواسطة موجودة بالحكومة، يعني اللي ما عنده واسطة يعني ما يرتاح بالحكومة بالمرة، ما عنده ولا البنادول هذا حي الله اللي فيك يعطيك بنادول مع السلامة. هذا الفرق يعني اللي يخلي الواحد للقطاع الخاص. يعني الأخت مريم المطر، عرفنا أن خرجت الآن من ولادة، ألف مبروك. مبروك مياج. إيش سميت البنية؟ سميتها ميار. مبروك إن شاء الله. حبيت أستفسر عن الخدمات ومستوى الرعاية اللي وجدتي هنا في المستشفى. والله المستوى ممتاز الحمد لله. كنت تراجعين في مستشفى عام قبل الولادة طبعا في بداية الحمل؟ هو لكن تراجع بمستشفى الولادة. نعم في المستشفى الحكومي. ايه. وما هي الأسباب اللي ما خلتك تكملين مع الحكومة أو مع القطاع العام؟ والله ما أدري، ما خرقوني شوية، قالوا لي إيش اسمه يسوي فتح بطن عشان هذا أنت ولادك مستأثرة بتصير، أو أنت من الأول فاتحة بطنك فنخاف التأبين وما أدري شنو هذا، فخفت قلت خلنا أروح أراجع أنا شو اسمه مستشفى ثاني وأطالع رأيهم في القطاع العام أو بالمستشفى. لا أي ترى طول هني المستشفى المواسع. ما ذكروا أسباب معينة، يعني هل تعاني من مرض معين قالوا لازم عملية قيصرية؟ لا والله قالوا بس عشان شو اسمه يعني أن أنا ممكن أتعب وأنا أطلق أو شيء من هالنوع، وأنا من أول فاتحة بطني كذي فأخفت. نعم. وفي القطاع الخاص ما ذكروا هذا الشيء؟ لا يعني ما ذكروا أن تكون هم أبدا ولا قالوا، بس شنو احتمال ضعيف ضعيف جدا. نعم. فعشان شي طمنوني طمنت أكثر. نعم. يعني وفي حالة الولادة شلون كان الوضع وشلون كان الاهتمام والرعاية؟ لا والله يعني الحمد لله من أول ما جيت يعني صراحة قاموا فيني قومة، والواحد كفاية يعني وأهله دار مداره وساعدونه
وبعدين اصبروا علي وايد وايد اصبروا علي، يعني ما استعيله ولا بسرعة شافوني اتضايقت او انا تعبت او شيء وخذوني على طول قالوا عملية او شيء لا. وبعدين الدكتور يعني قاعد وايد معاي والسسترات الله خير يعني ما قصروا صج صج. جربتي الولادة في القطاع العام وجربت الولادة في القطاع الخاص، الفرق اللي حسيتيه بين القطاعين؟ يعني في طبعا في القطاع الخاص ما ادري اريح ما ادري ارتحت اكثر انا ما ادري. هل حسيت ان الرعاية والاهتمام اكثر شخصية فيك منها في القطاع العام؟ نفسيا مرتاحة اكثر انا. نعم. ما ادري الحمد لله يعني ما ادري ارتحت اكثر، كل شيء عندي كل شيء ما ادري كل شيء متوفر، دار مداري على طول، سسترات الدكتور على طول يمي، اطلب ابي اي شيء موجود، اهلي على طول عندي والحمد لله ما يعني ما ينقصني شيء. عزيز المشاهد، مع مريض اخر نود ان نتعرف ايضا على الخدمات الطبيه التي تقدم في القطاع الخاص. المريض ابراهيم العنزي، لو تساءلنا عن سبب المرض اللي من اجله ياتي المستشفى القطاع الخاص. والله بصراحه المرض في البدايه ما كنت يعني قادر اعرف شنو المرض، حتى الاطباء اللي كنت المستشفيات اللي كنت راجع فيها لمستشفى فرانيا ما كنت يعني كمان ما كانوا يعرفون المرض شنو. يعني كنت اتالم من خاصرتي، يعني كان الألم يعني شديد ويطيح منه. في مدة أسبوعين كنت راجع مستشفى فرانية، باليوم أدش المستشفى مرتين، يعني لما أدش بالدشة المستشفى راح يعني اللي أخذه إبرة فاليوم ومغذي وأطلع من المستشفى، ومدة أسبوعين وما أعرف شنو الألم، يعني وما أعرف شنو العمر هذا. بصراحة أنا يعني اللي عرفته من الشيء هذا إن المستشفيات الخاصة رعايتها وخدماتها أحسن من شوية الحكومة. عزيزي المشاهد، مع الدكتور وليد أبو غزالة، أخصائي جراحة عامة وجراحة الحوادث بمستشفى المواساة، يسعدنا لقائه والتحدث حول دور ونشاطات القطاع الخاص في المجال الطبي. المعروف عنك دكتور أنك عايشت فترة طويلة العمل في ألمانيا الغربية في هذا المجال، في مجال تخصصك، ومن واقع هذه الخبرة الطويلة وبعد أن أتيت وعملت في الكويت، كيف تجد تجربة والعمل في القطاع الخاص بالمجال الطبي؟ بالواقع العمل الخاص في الكويت لا يختلف عن العمل بألمانيا الغربية، لأن معظم اللي يشتغلوا بالقطاع الخاص إما أن درسوا بأوروبا أو هم أوروبيين بنفس الوقت، فهم اللي عمالوا بيسيروا بالقطاع الخاص إنما نقلوا طريقة عملهم من أوروبا إلى الكويت. بالنسبة للمستشفيات بالقطاع الخاص وخاصة المستشفى اللي بعمل فيه، إمكانياته لا تقل عن إمكانيات أي مستشفى عام ومركزي بألمانيا العربية. أنا كنت أشتغل بمستشفى مركزي عدد أسرته حوالي 800 سرير. الأجهزة اللي موجودة بالقطاع الخاص لن تقل كفاءة عن المستشفى المركزي، وبذلك إمكانيات الاختصاصية الموجودة بالمستشفى لم تقل كفاءة عن ألمانيا. الواقع راح أحكي لك شغلة وراح تتعجب منها. كانوا يجيني مرضى من الدول العربية، الطبيب في الكويت يشخص المرض ويبعثه لأوروبا، لما أبعث لزملائي الألمان يقول لي شخصوا لنا كل شيء وبعثوا لنا الطبخة مستوية ما علينا إلا نأكل. فالتشخيصات اللي بتصير بالكويت كانت دقيقة، ونادر إنه كانت تشخيصات مخالفة لها بألمانيا. فباستنتاج من هذا، وهذا اللي شجعني أجي أشتغل بالكويت، إنه إمكانية العمل بالكويت لن تقل كفاءة من ناحية المعدات، من ناحية الخبرات، ومن ناحية الإمكانيات عن ألمانيا. نعم، إذا كانت هذا هو المستوى، فما هي المعوقات اللي تعيق نجاح الخدمات الصحية وتكاملها على المستويين العام والخاص باعتقادي؟ والله تجربتي قليلة بالكويت، إليه بس مدة شهرين، ما بقدرش أحكم على هالشي بهالمدة القصيرة، ولكن اللي مسته من خلال إقامتي هون وحديثي مع المرضى اللي بيجوا علي،
إنه المريض بيشكو من قلة عدم سماع الطبيب للمريض. المريض بقول لك الطبيب ما سمعني، قال لي افتح تمك فرجيني ظهرك، أعطاني الدواء وقال لي مع السلامة. لما يجي المريض على المستشفى الخاص، أنا شخصيا بخدش أكتر حد بعيادتي الخاصة بس 15 مريض في 3 ساعات أو 4 ساعات. هذا يعني أنه أنا عندي للمريض ما بين 15 ل 30 دقيقة وقت اللي يشرح لي كل مشاكله. المريض اللي بيكون داخل لشغلة جراحية بيكون خايف، بدك تفهمه أول شيء العملية، طريقة العملية، المضاعفات اللي ممكن تنتج. يوم ما يستريح المريض لهالشيء بيوافق هالشيء. أما إذا كان قلت له بدك عملية ومع السلامة، هذا ما بصيرش. هذا الفرقية أعتقد بين أوروبا وبين الدول العربية، توعية المريض عما سيحصل معاه، توعيته عن مرضه، توعيته عن المضاعفات اللي ممكن تحصل. حتى لو حصلت هذه المضاعفات بعد إجراء عملية، المريض بيكونش تفوجئ فيها، بيكونش متفاجئ، بيقول والله الدكتور حكى لي هالشي وهذا فعلا توقعه صدفة. دكتور أحمد مطاوع، من واقع الخبرة الطويلة في ممارسة العمل بالقطاع العام ومن ثم في القطاع الخاص، نود أن نعرف أهم المعوقات أو المشاكل التي تحد من دور القطاع الخاص في تطوير إمكانات الخدمة الطبية. القطاع الخاص زي ما قلنا نجح، الحمد لله نجح بقوة من يعمل فيه وبعزيمتهم وبأن عندهم هدف محدد انهم يجب انهم ينجحوا ونجب انهم يوصلوا. احنا نطمع ونأمل ونرجو ان دورنا يبقى يعترف به، واذا اعترف بدورنا من المسؤولين وكما هو معترف به من المرضى، هنحصل منهم على تعاون اكبر ما هو موجود، وهنحصل منهم على مساعدة اقوى ما هي موجودة. احنا واحنا في القطاع الخاص، دور وزارة الصحة في القطاع الخاص هو دور اقدر اقول انه رقابي فقط، بيراقبونا، بيفرضوا علينا أسعار معينة، بيراقبونا في عملنا وفي طريقة عملنا، في إمكانيات مستشفياتنا، في نظافتها، في إلى آخره. ده دور كويس وإحنا نطمح إنه يستمر، لأن كل واحد يحب إنه يبقى في رقاب عليه علشان إذا أخطأ يقدر يحسن نفسه، وإذا كان كويس يسمع إن أنتوا كويس. إنما المطلوب من وزارة الصحة ان ما بقاش عندها دور رقابي فقط، يبقى عندها دور تشجيعي ودور تعضيدي ودور دفع، ولتعلم وزارة الصحة ان احنا بنقوم بخدمة وطنية كبيرة، وبناخد من على كاهل وزارة الصحة اعباء ثقيلة احنا بنقوم فيها، وهي بنخليها أريح لها في أنها تعمل عملها. نطلب من وزارة الصحة أنها تعاوننا، أنها تبص لينا لفي احتياجاتنا، لما بنطلبها تساعدنا. لما نطلب أن احنا نجيب أدوات جديدة، أو نطلب أن احنا نعين أطباء جداد، أو أن احنا نتوسع في خدماتنا، أنهم ما يعوقوناش في ذلك. وإذا كانوا عندهم وجهة نظر، إحنا كمان عندنا وجهة نظر، وطبعا نحب إن إحنا نجتمع ويقولولنا لا ما تعمليش الشيء الفلاني علشان كذا، نقول لهم لا والله إحنا نقدر نعمل كذا عشان كذا، يعني يبقى في أخذ ورد ما بينهم، ما بيننا في تعاون. مسألة بسيطة خالص في أي في القطاع الخاص. إذا أنا مثلا عيد وأنا بشتغل، أنا بشتغل لوحدي في المستشفى، جراح من المستشفى، عيد عندي مرضى داخليين عملت لهم عمليات امبارح اول امبارح واول اول، يحتاجوا الى رعاية، جيت انا عيد مين هشوف؟ ليه وزارة الصحة لما اطلب منها انها تبعت لي واحد الى ان اشفى بعد اسبوع او اسبوعين او اللي هو ما تتعملش يعني؟ وحتى من غير احنا ما نطلب، انا ساعة ما بعيا بيروح جواب لوزارة الصحة
فلان الفلاني مرض وستغلق العيادة. أوكي العيادة تغلق، إنما المرضى اللي موجودين جوه مين هيرعيهم؟ هي من نفسها مفروض حقيقي إنها تقول لنا من بكرة فلان الفلاني سننتدبه إنه يجي يشتغل عندكم 5 أيام 6 أيام إلى آخره، لحد ما الدكتور أو في فترة زمن غياب الطبيب المريض. إحنا نتمنى إن مثل هذه الأشياء توجد. دكتور، في حالات معينة تستلزم مشاركتك في مؤتمرات دولية أو ندوات أو خلال إجازة اعتيادية، عادة هل تقفل العيادة أو تضع نظام آخر بديل؟ والله أخ كامل صراحة طرحت موضوع حساس جدا إحنا نعاني منه، والتقينا عدة مرات إحنا كأطباء وقابلنا بعض المسؤولين بالوزارة لهذا الموضوع، هو ما يسمى بالطبيب البديل. الحقيقة إحنا عندما نسافر نضطر إلى إغلاق العيادة وحسب نظم وزارة الصحة، وهذه طبعا لا شك سبب لنا مشاكل جمع وسبب للمرضى مالوتنا مشاكل جمع. إحنا نحتاج أثناء الإجازة السنوية إلى إحضار طبيب بديل يكون متواجد في العيادة، وهذه لها أهمية ليس للعيادة بقدر ما هي مهمة للمريض بحد ذاته. المريض اللي يتابع عند عيادة محددة يكون ملفه موجود، طريقة العلاج موجودة، الأدوية اللي قاعد يأخذها موجودة. فعندما تضطر أن تسافر في إجازة دراسية أو في إجازة دورية وصك العيادة، عيون المرضى يطرقون الباب ما في أحد، وهذا يفقد نوعية الاتصال أو يفقد الاستمرارية في العلاج اللي احنا تطرقنا لها قبل شوي. فإحنا نرجو من الأخوة المسؤولين في الوزارة أن يعملون جاهدين على تذليل هذه الصعوبة لما له أهمية بالنسبة لنا كأطباء وبالنسبة لمرضانا، حيث نحتاج متابعتهم المستمرة. فأثناء الإجازة نطلب بوجود طبيب بديل يكون متواجد في العيادة، هذه نقطة جدا حساسة نرجو العمل على تذليلها من قبل المسؤولين بالوزارة. نعم دكتور، كاستشاري لجراحة الأنف والأذن والحنجرة في الكويت، ما رأيك بالخدمات التي تقدم على المستويين العام والخاص في مجال الأنف والأذن والحنجرة، وهل حققت الكويت تطور في هذا التخصص بالذات؟ نعم، الحقيقة أنا قبل لا أطلع بالقطاع الخاص كنت 13 سنة موجود في وزارة الصحة، وطبعا أنا جزء ولازلت أعتبر نفسي جزء من قسم الأنف والأذن والحنجرة بوزارة الصحة لو أني أعمل في مكان آخر. يعني الحقيقة أن لا شك أن في تقدم كبير بالنسبة للعمل أو الخدمات اللي يقدمها قسم الأنف والأذن والحنجرة في الوزارة، في أجهزة جديدة قاعدة تحضر، في أقسام جديدة قاعدة تنشأ، مثال على قسم السمعيات أو قياس السمع والنطق، وكل هذه الأمور لا شك أنها إن شاء الله إحنا من طرفنا بالقطاع الخاص وهم من طرفهم بالقطاع الحكومي إن شاء الله نكون متعاونين، وأنا عندي بعض الحالات أدرشها لهم عندما تحتاج إلى فحوصات غير متوفرة بالقطاع الخاص. أعتقد أن الطرفين مكملين لبعضهم البعض والتعاون بينهم واجب، وهذا قائم الحقيقة من طرفي وقائم من طرفهم. الحقيقة ما يقصرون الإخوان هنا عندما نحتاج إلى مساعدتهم في بعض الحالات. كيف تتصور مجالات وإمكانات التعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ممثلا بوزارة الصحة العامة، ذلك في إطار وضمن العمل لتخفيف العبء والضغط على الخدمات الصحية في القطاع العام، وطبعا تخفيف الأعباء المالية الكبرى التي تنفق في من ميزانية الدولة على الصحة العامة؟ فعندما ينجح القطاع الخاص في هذا المجال لا شك أنه يخفف أعباء كبيرة مالية وبشرية وفنية على الجهاز العام في وزارة الصحة. أعتقد في الواقع أن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو التأمين الصحي. عندما يدخل نظام التأمين الصحي للكويت، وأعتقد أنهم سيبدأون بهذا المشروع في يوليو 1987 هذه السنة، هذا طبعا سيخفف العبء جدا على الحكومة وعلى القطاع الخاص، من حيث أن المريض إذا أمن صحيا وسيكون التأمين كما سمعت إجباري، عندها المريض يختار بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وربما المريض يريد طبيبا معينا سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص، عندئذ يكون من الأسهل له بالنسبة للمصاريف والتكاليف أن يتوجه للطبيب الذي يؤمن به هو شخصيا،
بصرف النظر عن النفقات وكمية النفقات والتي هي العائق الأهم في مراجعة القطاع الخاص، ولكن من خلال نظام التأمين الصحي سيحل مشاكل كثيرة من هذا النوع. نعم، أيضا نود أن نعرف جانب هام ونلقي عليه الضوء يتعلق في الإدارة الصحية، ما دمت مدير لمستشفى المواساة، ما تعريفك للإدارة الصحية الحديثة في المستشفى ودورها وأثرها في قيام ونجاح تجربة المستشفيات الخاصة في الكويت؟ هو في الواقع بالنسبة للإدارة الصحية في المستشفيات الخاصة هناك يعني تطورات من أهمها برمجة المؤسسات المختلفة داخل المستشفيات على العقل الإلكتروني. هذه ما في شك أنها ترتب العمل من نواحي كثيرة. أولا ترتب العمل بالنسبة للمواعيد، مواعيد مراجعة المرضى. ثانيا تلغي الملفات نهائيا، لأن الملف ممكن أن يأتي المريض مرة وملفه لسبب من الأسباب تضعه الموظفة أو موظفة الاستقبال في مكان غير مكانه المحدد له، وبذلك عندما يأتي لمراجعة ثانية يمكن أن تصرف نصف ساعة ثلاثة أربع ساعة ولا تجد الملف. في الحالة هاي عن طريق الكمبيوتر أو برمجة الملفات كل ما هناك المريض يحتفظ برقم ملفه وبطاقته، وعندما يأتي ليحجز دورا لمراجعة الأخصائي يظهر الملف على الكمبيوتر مباشرة رأسا، يدخل إلى الطبيب. ثانيا تلغي الملفات نهائيا، لأن الملف ممكن أن يأتي المريض مرة وملفه لسبب من الأسباب تضعه الموظفة أو موظفة الاستقبال في مكان غير مكانه المحدد له، وبذلك عندما يأتي لمراجعة ثانية يمكن أن تصرف نصف ساعة ثلاثة أربع ساعة ولا تجد الملف. في الحالة هاي عن طريق الكمبيوتر أو برمجة الملفات كل ما هناك المريض يحتفظ برقم ملفه وبطاقته، وعندما يأتي ليحجز دورا لمراجعة الأخصائي يظهر الملف على الكمبيوتر مباشرة رأسا، يدخل إلى الطبيب، فما على الطبيب إلا أن يدق رقم الفايل رقم الملف وتظهر جميع المعلومات الطبية بالتسلسل من أول مرة راجع فيها الطبيب حتى هذه الزيارة. وبذلك أولا نحافظ على سرية الملفات، لا يمكن أن تضيع أو تتسرب الملفات خارج المستشفى بالطريقة دي. ثانيا لا تفقد الملفات. ثالثا تساعدنا في تخزين، كنا نضطر لبناء غرفة وراء غرفة وراء غرفة حتى تستوعب الملفات، لأنه لما تيجي إلى المستشفى المواساة مثلا على سبيل المثال وصلنا لرقم 250 ألف ملف، أين تحصر هذه الملفات وأين تخزنها؟ فأصبح من الضروري كل كذا سنة أن نتلف جزءا كبيرا من الملفات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات. الآن لا نضطر لذلك لأن جميع الملفات مخزونة على كاسيتات محفوظة بشكل جيد. دكتور أحمد الأنصاري، لو تساءلنا مرة أخرى حول تجربة العمل بالنسبة للشباب الكويتي بشكل عام، الأطباء من الشباب الكويتي بعد أن فتح المجال لهم لفتح عيادات خاصة، ما تقييمك ورأيك حول الشباب الكويتي؟ هل فعلا نجح في أداء التجربة واجتاز مرحلة الاعتماد عليه وفي تشخيص المرض وإعطاء الوصف المطلوب للعلاج، ومن ثم أصبحت هناك الثقة بين المريض وهؤلاء الشباب؟ في الحقيقة قطاع الأطباء الموجودين في القطاع الخصوصي ما هم إلا قطاع من الشباب اللي دائما أستاذ كامل أنت تقدمهم لنا، وهذه مفخرة الحقيقة من البرنامج اللي تقدمه، كل اللي تقدمه عن الشباب الكويتي. ودائما مثل ما تعرف مثل مقابلاتك أن الشباب الكويتي الولاء والإخلاص والتفاني لخدمة هذا الوطن، فهذا جزء أطبائنا الكويتيين جزء من هؤلاء الشباب، ولا يمكن نفصلهم عن هؤلاء الشباب، فهم مثل جزء من المجتمع الكويتي. ولا ننسى أن أبائنا وأجدادنا كانوا متميزين بالتجارة والسفر قبل، فيتهيألي الكويتي أينما كان سواء شاب أو طبيب أو مهندس أو مدرس
أو محامي أو إداري، الحمد لله الكل ناجحين في أداء عملهم، وهذا الجزء القطاع الكبير من أطبائنا. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أطبائنا ما زلنا يعني كل أطباء طلعوا من الوزارة مثل ما يقولون، وأنا أعتبرهم أنهم يكملون المشوار اللي في الوزارة واجبهم، أثبتوا نجاحهم، وما كنا فعلا متصورين أن هذا النجاح وكسب الثقة. قد تكون يمكن عامل اللهجة الكويتية لمرضانا يمكن سهلت التعامل مع المرضى ومعرفة بعض الأمراض اللي يعانيها مجتمعنا الكويتي بالذات. يعني مثلا اللهجة الكويتية تختلف عن أي لهجة ثانية تقريبا في بعض الأمراض، فمن السهل جدا مثلا ليونك صعبة شوية مثلا اللي يروح لواحد ثاني هندي أو غيره أو طبيب آخر مثلا، يمكن قد يجون قد غير مثلا طبيب غير عربي قد يجون صعوبة، لكن يتهيألي مع أطبائنا الكويتيين يمكن هذا التقارب والثقة المتبادلة. يمكن في البداية علينا حتى المكنة بالوزارة، أتذكر في 72 كنا حوالي 40 طبيب بالوزارة تقريبا الكويتي، فما كانت الثقة موجودة لما يعرف أنه طبيب كويتي. لكن الحمد لله حاليا عندنا في الكويت مو أقل من 265 طبيب كويتي، هذا شيء يفخر فيه، والناس الحين تنافس على الطبيب الكويتي نظرا للتقارب والود والتفاهم بينه وبين الطبيب بين المريض. ومو معناه ذلك أنه في تقصير في أطباء زملائنا كلهم، لكن كل يؤدي واجبه، والطبيب الكويتي ناجح مثل ما هو ناجح الطبيب الغير كويتي. والطب ما في فرق الحقيقة بالجنسية، سواء كويتي أو غير كويتي، المريض مريض والطبيب طبيب مهما كانت جنسيته، سواء كويتي أو عربي أو أجنبي. وهناك تعاون في الواقع يعني بين الأطباء في القطاع الخاص وبين الأطباء في القطاع العام. أغلب الحالات اللي عندنا حولهم إلى المستشفيات الوزارة، وأغلب حالات الجراحة حولهم إلى الجراحين الزملاء، وعلى رأسهم الأخ الدكتور الحق غنان النقيب. أغلب حالات الغدد ثم هو اللي يقوم في عملياتهم، وجميع الزملاء بدون استثناء أي واحد تبعث لأي حالة يرحب فيها، وفي تعاون وتنسيق بيننا وبين زملاء في القطاع العام، لأن إحنا جزء منهم وإحنا ما زلنا نعمل في يعني نفس المهنة، يعني في أصول من المهنة الطبية تلزمنا أن نتعاون. وما أعتقد هناك في مشاكل أخرى أقدر أذكرها أخوي كامل. يعني إن كان هناك استفسار أخير حول موضوع إمكانات أو مجالات التنسيق والتعاون، كيف يمكن الاستفادة بين خبرات القطاع العام مثلا بوزارة الصحة وجهودها في التدريب والتخطيط للعمل الصحي وفي الإدارة الصحية وغيرها من تخصصات متعددة، والقطاع الخاص، ما مجالات وإمكانات هذا التنسيق والتعاون؟ صدر قرار الحقيقة من وزير الصحة، سعادة وزير الصحة، حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تقريبا، للاستفادة من الأطباء الكويتيين اللي يعملون في القطاع العام، في القطاع الخاص أو في القطاع العام، يعملون فترة المسائية. والقرار أظن ما زال تحت دراسة كيفية تنفيذه، على أساس أن الأطباء الكويتيين الاستشاريين أو الاختصاصيين نستفيد منهم في الوزارة للعمل في القطاع العام. وهذا أعتقد أنه قرار صائب فعلا في مكانه، لكي لا أحد يفكر، لأن ما نبي إحنا كل واحد يفكر في القطاع الخاص، طبعا كل واحد يفكر حر، بس نبي فعلا يعني بعد القرار، بعد الشروط اللي حطها القرار الوزاري، حدد إنه لازم واحد يعمل في فترة مثلا لا تقل عن 7 سنوات أو 10 سنوات إذا بيطلع استشاري، أو 7 سنوات بالنسبة لأخصائي في نظم. فعلى أساس تستفيد الوزارة الحقيقة من تجربة الأخوة الزملاء، فصدر قرار وزاري على أساس يسمح للأطباء للعمل في الفترة المسائية بعيادتهم الخاصة والفترة الصباحية في الوزارة. فهذا قرار فعلا يكون عادل، وأعتقد أنه راح يكون منصف للجميع. بس ما عرفنا الآن الشروط اللي هي من اللي يسمح له، وين العمل، لأن هناك مراكز إلى الآن القرار لم يعني توضح الرؤية بالضبط. وإن شاء الله يفكر الكثير من الأطباء يعني سواء في القطاع العام للعمل الفترة المسائية، أو من القطاع الخاص إذا كانت عنده رغبة للعمل في الفترة الصباحية بالوزارة. وهذا يشرف الجميع يتهيألي، على أساس أن نكسب الاثنين مع بعض، يعني نكسب الوزارة كمكسب للعمل الأطباء الكويتيين، لأن أنت عارف يمكن تقدم مثل ما قلت خدمات الصحية بالكويت وتطورها صار في الفترة الأخيرة، خلال 10 سنوات الأخيرة تطور عجيب يعني، وهذا كله بفضل القيادة الحكيمة.
لتمتع فيها الأخوة الزملاء في الوزارة، وفرصتهم على أساس أن ما يروحون ويستفيدون على قد ما يقدرون من زملائنا الأطباء الكويتيين، ففكروا فصدر قرار فعلا بالسماح للأطباء الكويتيين للعمل في الفترة المسائية. وإن شاء الله ما توضح الصورة وتكون أحسن، فممكن الناس يكون تنسيق وتعاون أكثر. بالنسبة للدورات لا شك، بالنسبة للدورات هناك دورات تعملها وزارة الصحة، بس نأمل إن شاء الله أن لما يكون مثلا طبيب البديل أو طبيب المساعد في العيادة أو بالفترة الصباحية حسب الظروف اللي راح تطلع، ممكن الاستفادة من هذه الكورسات، من هذه المحاضرات، من هذه الدورات في الوزارة أو في أي مجال آخر الواحد ممكن يحضره. نعم، هذا مجال التعاون إن شاء الله موجود دائما، ما في أي مشاكل تذكر يعني تستحق أنها مثل ما يقولون ناقشة في هذا المجال. طبعا احنا بيهمنا ان احنا نقدم الرعاية التمريضية الكاملة بالنسبة للمريض سواء بمستشفى حكومي او مستشفى خاص، وده المهم طبعا بدون تدخل بالنسبة لنوعية المستشفيات ان كانت خاصة او حكومية. فاحنا بيهمنا الرعاية التمريضية الكاملة وراحة المريض قبل كل شيء، قبل بالنسبة لفرق المستشفيات او التعامل مع المستشفيات وبعدها بين طبعا دي لازم اهم كل شيء الرعاية التمريضية. وبعدين طبعا السيستر هي سيستر في اي مكان بتشتغل، ما فيش فرق بين الوزارات وبين القطاع الخاص، يعني لان دي خدمة انسانية. وبعدين المفروض الواحد مش بيشتغل عشان هو سيستر، لا، عشان يشتغل، عشان يريح المريض، عشان يشوف التزاماته، لان المريض بيبقى في حالة نفسية يعني الله اعلم بيه. I am Sister Teresa Fernandez. I graduate from Barcelona, Spain. من Barcelona في إسبانيا. And I have been working both in Spain and in the Philippines before coming to Kuwait. قبل أن أتي للكويت. And comparing the services in the private sector in the three countries, I would say Kuwait is highly prepared when it comes to private service to patients. Especially in Spain, I would say we have government hospitals, while the private sector is not that well equipped. But in Kuwait, I have found the private sector highly prepared to give a very good service to patients, very competitive, though I know, of course, that in the government sector, with regards to the nursing service staff, I also find them very well prepared. They are nurses with good training. حيث الممرضات I guess from very good schools and practice too. وكذلك ممارسة عملية. And though we have quite a fast turnover of nurses because they are most of them foreigners, they do well. الممرضات تم اختيارهم بعناية فائقة. The fact that they are thoroughly screened before coming to Kuwait. واجتازوا اختبارات وأهلوا لهذه الأعمال. And from the feedbacks I have been getting from the patients, I can say that they are very satisfied of the care rendered to them. And the sense is my observation of the nursing staff. ومحاولة أيضا راحة تقديم كل الخدمات لراحة المرضى. وناتي عزيزي المشاهد إلى نهاية مطاف هذه الحلقة من برنامجك دائرة الأحداث. حدث هذا المساء دار حول موضوع دور القطاع الخاص ومساهماته وإمكانات تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المرضى في الكويت من مواطنين ومقيمين. ويبقى عزيزي المشاهد هذا الدور الوطني المسؤول لكي ينمو ويزدهر ويحقق درجة من الاكتفاء الذاتي، بحاجة ماسة إلى التعاون والدعم من وزارة الصحة العامة. لا شك أن هناك إمكانات متعددة للتعاون والدعم، ولكن يرتبط هذا الموضوع الحيوي والهام بإمكانات أكبر للتعاون والدعم. لا تزال عزيزي المشاهد إمكانات هذا التعاون واسعة وعديدة وشاملة، وترتبط بجوانب أساسية
للخدمات الطبية والعلاجية المتخصصة. لقد استعرضنا بعض آراء الأطباء وبعض آراء المرضى وبعض آراء الهيئات التمريضية المعنية في القطاع الخاص، ويبقى أيضا رأيك عزيزي المشاهد الذي ينتقد ويقيم هذه الخدمات الطبية والعلاجية. حاولنا أن ننقل نماذج واقعية لهذه الخدمات ونقدمها عبر برنامجك دائرة الأحداث. إلى هنا عزيزي المشاهد نأتي إلى نهاية مطاف هذه الحلقة، نشكر متابعتك ونأمل أن نلتقي من جديد حول حدث جديد تدور عليه نشاطات وأفكار جديدة تقيم وتنتقد بعض المؤسسات وتعرض لنشاطاتها وأبرز منجزاتها. شكرا لك وإلى اللقاء.